طبعا هنا الطبقه بتاع هنا الطبقتين هنا فاصلين بالكامل عن بعضهم. ساب سنتين واتصب في ايه بعد كده؟ طبعا المطره اثرت على الخرسانه بعد ما صبوا بقى الدورين اللي فوق وفضلوا قاعدين مثلا بتاع اربع خمس سنين بدات التصدعات تظهر في السقف والسور. في حاجه بقى بمسمار وشوش طبعا الشروط دي تحت الكاميرا اللي شايله البلاطه هنا. ودي طبعا الشرخ ده دليل الشرخ الكامل ده لان الطبقتين بتوع الخرسانه فصلوا عن بعضهم. وهنا هنا السقف بتاع الطرقه قطع نصين. سقف الطرقة هنا قطر نصين هنا. بص عامل ازاي؟ شرخ بالطول واخد هنا برضه جبس، عملت الجبس هنا وماشي بالطول معايا الاخر. بس ده انا شك ان ده خرطوم كهرباء. ده خرطوم كهرباء ده. طالما ماشي بالطريقة المنظمة دي كده ده خرطوم كهرباء. ده خرطوم بس علشان خرسانة مش مستحملة من المشاكل اللي فيها فشرخت بالمنظر ده كده. فيها نفس الكلام. نعم. في الشغل في شركه برضه هنا جامد بس ده بقى ايه يعني ده الطبقتين بتوع السقف مفصولين تمام. المنظر اللي احنا بنشوفه هنا ده الطبقه هنا الخرسانه هنا قبة من تحت شويه منسوبها عند الحيط عاليه وهنا نازله سنه. دليل على ان الطبقتين فصلوا بس ماسكين في الحته اللي هي بتبقى قريبه من الكاميرا لان دي اشد حته دايما بتبقى حتى في النحاته بتبقى اخر حته بيكسروا فيها الولاد. السلم هنا بقى بيسمع في المنطقه اللي هي ما بين الحديد وما بين الكوبيستا بيجي عند الطوب وبيفصل منطقه الخرسانه لوحديها عن منطقه الطوب وبيطلع سيخ الحديد بالمنظر اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ده كده. طبعا بصوا الصدفه بتاع السلم شرخه وجايه هنا سيخ الحديد شكله عامل كده اهو. ده كمان هناخد له صوره. والشروخ بقى بتبقى من تحت بالصوره اللي انتم شايفينها حضراتكم دي. دي طبعا مكان الايه؟ مكان سياخ الحديد. طبعا بصوا معظم الناس اللي استخدمت الزلط ده في مصر كان السبب في بوظان الخرسانات بتاعتهم. لان نوع الزلط ده لما انتشر في مصر كان مليان املاح. وخلت الخرسانه والحديد بالمنظر ده كده، ما بقاش فيه سيخ حديد اتحول الى لون لازق على الخرسانه. وادي حته الخرسانه حته سيخ حديد كمان اهيت. دي من السقف. السقف كده يعتبر ما فيهوش حديد. وقال يعني هو كده بيتفتفت منين؟ عشان كده احنا مش هنكسر تاني. ودي املاح الكلوريدات واملاح الكبريتات هيت اللي بتكون سبب في اكل الحديد التسليح اللي احنا بنقول للناس عليه. شوف شكلها بيبقى عامل ازاي؟ قريب من الرمله بس الرمله الغامقه. دي لما بتشرب ميه بتتحول الى عجينه. بتتحول بقى لمعادله كيميائيه مع الاتش 2 مع الهواء الاكسجين. تحول لايه؟ للمعادله بتاع اكسده الحديد وتحول الحديد الى حديد صلب. شكرا.